السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو خاص بمواقع تعديل السحابي للعملات الرقمية مثل عملة البيتكوين. في هذا الفيديو سوف أعرض لكم تجربتي الأكثر من 3 شهور مع موقع التعدين السحابي جينيسيس مايلينج، وأهم التفاصيل اللي المفروض تكون عارفها قبل ما تسجل على الموقع. ويعتبر الموقع رقم 1 في مواقع التعدين السحابي، فهو الأكثر مصداقية والأكثر ربحا حتى الآن. الموقع بيقدم عرضين، إما لايف تايم بيتكوين مايلينج أو اكس 11 مايلينج لمدة سنة واحدة فقط. بالنسبة لللايف تايم بيتكوين مايلينج بيعتمد على تشفير شام 256، ودي العروض بتاعته. السعر الحالي للواحد تيرا هاش تقريبا 420 دولار، وهعرفك بعد كده في الفيديو ازاي تحسب ارباحك اليومية المتوقعة. والنوع التاني اكس 11، عندك ال 20 ميجا هرتز بسعر الواحد تيرا هاش، لكن بتحقق ارباح اعلى لان مفيش مصاريف صيانة بتتاخد يوميا، نو مينتيننس فيه، ولكن عيب العقد الوحيد ان هو لمدة سنة واحدة فقط. عموما انا هجرب العقود كلها من اول لايف تايم بيتكوين مايننج، وهجرب عقد الاكس 11 واي عقود جديدة هتظهر، وهقول لكم على النتيجة في اخر الفيديو. دي مقارنة ما بين شرائك وامتلاكك لجهاز تعدين او شراء تيرهاش من موقع جينيسيس مايننج او اي موقع من مواقع الكلاود مايننج، ودي بصراحة هي اسوأ الاشياء اللي تخليك تكره تشتري جهاز تعدين. والميزة الرائعة في مواقع التعديل السحابي انك بتبدأ تعديل على طول. نيجي بقى لأول خطوة، بتسجل على الموقع، الايميل والباسورد، وبعد كده تفعل الحساب بتاعك. تم انشاء الحساب، your account has been created. بعد كده الخطوة التانية انك تبدأ تملى البيانات بتاعتك، الفيرست نيم اللاست نيم ورقم الموبايل بتاعك. بعد كده بتضغط على سيف، وبعد كده بتروح على wallet، تبدأ تحط المحفظة الخاصة بالعملة اللي انت هتستلم عليها. انا مثلا حاطط المحفظة بتاع عملة البيتكوين، وبتضغط على سيف. بعد كده الخطوة الثالثة هو شراء الهاش باور، upgrade هاش باور. في عندك اما اللايف تايم بيتكوين مايننج، وده بيستمر معاك طول ما التعدين مربح وبيغطي مصاريف، وعندك واحد يير اكس 11 مايننج، بتقدر تختار اللي انت عايز تعتمد عليه، وبتحدد من هنا مساحة تيرا هاش، ومن هنا البيمنت تايب الموجود، كريدت كارد او واير ترانسفير. انا من رأيي افضل شيء ان انت تشتري بالبيتكوين. انا مثلا هشتري ربع تيرا هاش، 25% تيرا هاش، التمن بتاعهم 348 من 1000 بيتكوين. اضغط على كونتينيو، دي نوع الخدمة والتاريخ بتاع العملية، ودي كمية البيتكوين المفروض ابعتها لهم من المحفظة بتاعتي لعنوان المحفظة بتاعتهم. اي حد بيسجل على الموقع بيبقى ليه افليت كود، الكود دوت بيعملك خصم 2.5% على كمية الهاش باور اللي انت هتشتريها، وبيعمل لصاحب الكود فري ابجريد بنفس الكمية دي. يعني لو انت اشتريت 1000 جيجا هاش بتحصل على خصم بمقداره 25 جيجا هاش، وصاحب الكود بيحصل على فري ابجريد بقيمة 25 جيجا هاش لمدة سنة. فطبعا ده شيء كويس، ويفضل ان انت تستخدم اي كود لاي شخص. برمو كود فاليد، الكود صالح. بعد كده بتعمل علامة صح على اجري اون تيرمز، واخيرا بتضغط على كونفيرم اوردر. ده المبلغ بعد استعمال البروموشن كود اللي المفروض تبعته للفولوينج ادرس دوت اللي هو رقم المحفظة بتاعتهم في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة. بعد كده بروح للمحفظة بتاعتي على موقع اكزامو، بروح على وولت واضغط على سيند، بضغط على بيتكوين ادرس، بحط هنا رقم المحفظة بتاعتهم، واكتب هنا الكمية اللي بتحددها. والميزة ان موقع اكزامو ما بياخدش اي رسوم، فمش محتاج انك تضيف اي حاجة على المبلغ، ودي قيمة البيتكوين بالدولار، وتتأكد ان رقم المحفظة صحيح علشان العملية ديت ما ينفعش تتراجع فيها. وبعد كده بتضغط على سيند بيمنت، بتكتب الباسورد الخاص بحسابك، بعد كده بتضغط على كونفيرم ترانزاكشن. لو انت ضايف خطوة التحقق التانية لحسابك عن طريق الموبايل، بتضغط على سند ذا كود فيا اس ام اس، بيتم ارسال لك رساله على الموبايل بتاعك اللي انت ربطه بالحساب فيها الكود بتاع العمليه ديت، بتكتبه وبعد كده بتضغط على ابروف. خلاص كده تمت العمليه بنجاح، وتم ارسال كميه البيتكوين للمحفظه ديت، والعمليه ديت ابروف، وده اللي بقى في رصيدي. بعد دقيقتين لثلاث دقائق هتلاقي الهاش باور متضاف لحسابك، وتروح على مايننج الوكيشن، وتحدد العمله او العملات اللي انت عايز تعدلها وتخلي الهاش باور عليها، وتقدر تقسم الهاش باور بتاعك على عمله او اكتر. وكلمه اوتو دي معناها اوتو تريدر، يعني بيتم تحويل العمله من العمله اللي تعدل بيها مثلا البيتكوين للعمله ديت، لان العدد بتاعك ما يقدرش يعدل العمله ديت بشكل مباشر. ولما تضغط على مور انفو لاي عمله بيظهر لك كل التفاصيل عن العمله ديت زي الباكس كوينز، التايم بلوك، والموقع الرسمي ليها.
بعد ما تحدد العملة أو العملات اللي أنت عايز تعدلها بتضغط على Save Allocation. Important Note هو ملخص الحكاية كلها، كل اللي عليا إن أنا المفروض أستنى 24 ساعة عقبال ما أستلم أول عملية دفع ليا على المحفظة بتاعتي، ولأني قمت بعملية الشراء في نص اليوم يعني يعتبر بادئ من نص اليوم، ف First Pay Out أول عملية دفع هتبقى أقل من المتوقع. بعد كده من أول يوم 24/11/2015 هبدأ بقى أشوف المعدل اليومي لكل ربع تيرا هاش قد إيه، وهشوف هل العملية مربحة أم لا. ومن هنا You can view your balance coin here. هنا الـ Pending Balance لو انت دفعت عن طريق كريدت كارد، هنا الـ Pending Orders لو انت عملت اوردر بس لسه ما دفعتش ثمنه، وهنا الـ Complete Orders ديت الاوردرات المكتملة اللي هي Approved خلاص للستارت ديت تاريخ البداية، وهنا مقدار الهاش باور اللي انت اشتريته والبرايس بتاعه، وهنا الـ Contract بتاعك لو انت عايز تشوفه، وتشوف كمان المصاريف اليومية كام. Agreement الاتفاقية، التاريخ 23/11/2015، نوع الخدمة شاب 256، المايننج باور ربع تيرا هاش، والبي اوت الدفع يومي. نيجي بقى للنقطة التانية المهمة ريمينيريشن اللي هي التعويض. عندك مصاريف تمن كل جيجا هاش انت دفعته مقدما وده التمن بتاعه. بعد كده المصاريف اللي بيتم خصمها يوميا وهي 12 من 10,000 دولار لكل جيجا هاش، يعني انا مفروض لكل ربع تيرا هاش ادفع يوميا 3 من 10 دولار. لو مقدار التعديل اليومي للبيتكوين طلع اقل من 3 من 10 دولار فالموقع هيسحب من ارباح الايام القادمه لو كان فيها ارباح، اما لو عمليه التعديل اصبحت غير مربحه فده هيترتب عليه ان العقد هينتهي ومفيش حد هيقوم باي عمليه تعديل، وده اكيد هيحصل في يوم من الايام بس مش معروف امتى، لان المصاريف اللي هيصرفها على الكهرباء والتبريد هتبقى اغلى من اللي بيكسبه من عمليه التعديل. في ميزه في موقع جينيسيس مايننج اللي هو كل فتره بيشتري اجهزه جديده، فالعقود الجديده بتبقى على الاجهزه الجديده اللي هي اكثر كفاءه واقل في مصاريف الصيانه، فبالتالي هتلاقي ارباحك اكتر والمصاريف اقل، ودي مقارنه ما بين التلات عقود اللي انا اشتريتهم والعقود اللي في نفس الفتره لهم نفس المصاريف والعقود اللي في شهر 12 لهم نفس المصاريف واقل من المصاريف الخاصه بالعقد الخاص بشهر 11. دي تعتبر اول عمليه دفع ليا اللي هي تاريخ شراء العقد، وطبعا اقل من المتوقع لاني قمت بعمليه الشراء في نص اليوم. بعد كده ده متوسط الربح من البيتكوين لكل ربع تيرا هاش. ودي ارباح 1/12/2015 بعد ما قسمت ربع تيرا هاش على الليتكوين والبيتكوين من يوم 12/12/2015، ده متوسط الربح لكل نص تيرا هاش. بعد كده من يوم 15/16/17 ديت الأرباح لكل 2 تيرا هاش 8132 بيتس، ما يعادل 3.72 دولار. والأفضل إن أنت تحسب أرباحك اليومية اعتمادا على البيتكوين، الواحد بيتكوين فيه مليون بيتس فده حوالي 8 من 1000 بيتكوين، وده بيبقى اعتمادا على الصعوبة الحالية للبيتكوين، ومع زيادة الصعوبة تتوقع إن ربحك هيقل من كمية البيتكوين، لكن برضه بيحصل زيادة في أسعار البيتكوين علشان يحصل توازن وتفضل عملية التعديل مربحة. ده الهاش باور بتاعي اللي بمتلكه حتى الآن 2 تيرا هاش. اللوغاريتم اللي هو نوع التشفير شام 256. بعد كده بتيجي على الإيرنينج تشارت شام 256 صفر صفر من أول 23/11، ده المنحنى الخاص بأرباح الربع تيرا هاش. بعد كده من 9/12/2015 ده المنحنى الخاص بأرباح نص تيرا هاش. بعد كده من 14/12 ده المنحنى الخاص بأرباح الاتنين تيرا هاش. والمجموع كل الأرباح من بداية التعديل من بداية يوم 23/11 حتى الآن 22 دولار تقريبا. بعد أسبوع آخر من العمل على الموقع ده مجموع أرباحي من أول يوم تعديل حتى يوم 18/19/20/21/22/23/24/24، وده مجموع أرباحي حتى يوم 25/12/2015. هتلاحظ إن بدأ يحصل انخفاض في معدل الأرباح اليومية، ده بسبب انخفاض في الديلي باي أوت، انخفاض في معدل الدفع اليومي، ده بيكون بسبب زيادة صعوبة معدل التعديل. هنا معدل الصعوبة البيتكوين ديفيكالتي، معدل الصعوبة الحالي 93.5 مليار تقريبا بزيادة 18% عن المعدل السابق، يعني معدل ربحك قل بنسبة 18%، بدل ما كان 81 من 10,000 بقى 63 من 10,000 بيتكوين في اليوم بالنسبة للاتنين تيرا هاش. المعدل القادم هيبقى حوالي 103 مليار بزيادة 10.33% عن المعدل الحالي، وده هيتم بعد 4.8 دايز.
بعد ما يتم تكسير 743 بلوك، وده الهاش ريت الحالي اللي هو مقدار التعدين على البيتكوين 728655 تيرا هاش تقريبا، او ما يعادل 728 بيتا هاش. البيتا هاش ديت 1000 تيرا هاش. المهم هنا ده معدل الصعوبة الحالي، وده السعر الحالي للبيتكوين مقابل الدولار. وبتيجي هنا بقى تحط مقدار الهاش باور بتاعك وتشوف معدل الارباح اليومي قد ايه، وتخصم منه المصاريف اليومية اللي هي 1 دولار لكل تيرا هاش تقريبا، ممكن تبقى اقل على حسب العقد بتاعك. بعد خصم 2 دولار هيبقى لك صافي ربح تقريبا بيساوي 2.46 دولار. وخلي بالك مع زيادة الصعوبة بيزيد سعر البيتكوين لان اصبح صعب الحصول عليه، يعني مثلا حاليا وصل ل 450 دولار، فاصبح صافي الربح بيعادل 2.84 دولار تقريبا، وديت ارباح يوم 25 ديسمبر 6324 بت، ما يعادل 2.83 دولار. اتمنى على سعر البيتكوين يوم 25 ديسمبر. علشان كده انصحك بالاسراع في عملية التعدين، وخاصة قبل البيتكوين بلوك ريورد هافينج كاونت داون، وده التاريخ المتوقع لهذا الحدث 19/7/2016، يعني بعد 7 شهور من الان. والحدث ده بيتم تقريبا كل 4 سنين، او بمعنى اصح كل 210,000 بلوك، هي مدة تكسير البلوك 10 دقائق، يعني كل 10 دقائق بيتم تكسير بلوك. والجايزة الحالية لكل بلوك هي 25 بيتكوين، هتقل للنص وهتصبح 12.5 بيتكوين بعد 205 يوم من الآن. والنسبة ديت ممكن تقل للنص، ممكن اكسب لكل 2 تيرا هاش بعد عملية الهافينج كاونت داون، ممكن اكسب حوالي 3,000 بيتكوين. لكن ايضا من المتوقع ان سعر البيتكوين يكون مرتفع جدا. حاول تشتري هاش باور بشكل سريع، وياريت تشتري كمية كبيرة. انصحك من اول ربع تيرا هاش، تبدأ من اول ربع تيرا هاش لحد مثلا 20 تيرا هاش، ده يعتبر هيحقق لك ارباح جيدة. وعندك برضو اكس 11 اقل في السعر من الشام 256 واكثر ارباحا منه لكنه لمدة سنة واحدة. وكذلك ضافوا نوع جديد من التعدين ايثر مايننج، ده يعتبر اللي هو بيتكوين فيرجن 2، والعقد بتاعه لمدة سنة واحدة برضو. والموقع فعلا مهتم بكل جديد، وهم حاليا شغالين على مشروع جديد وما نشوف ايه اللي هيقدموه بعد كده. وعموما انا هجرب كل انواع عقود التعدين بتاعتهم، وهقول لك من خلال تجربتي ايه الافضل من وجهة نظري في الوصف اسفل الفيديو. وما تنساش تستخدم الافيليت كود، هو الافيليت كود لاي شخص هو واحد، استخدامك لاي كود بتحصل على خصم 3%، يعني مع التحديث الجديد للموقع النسبة زادت من 2.5 لـ 3%، وصاحب الكود بيحصل على فري ابجريد بمقدار 2.5%، وما عادش لسنة واحدة اصبح على طول، وده شيء كويس جدا. يعني لو انت اشتريت 10 ميجا هرتز واستخدمت اي بروموشن كود لاي شخص هتحصل على خصم 3%، وصاحب الكود هيحصل على فري ابجريد بمقدار 2.5% اللي هم ما يعادل ربع ميجا هرتز. ولو عندك اي سؤال بتروح على كونتاكت سبورت، اي سؤال عندك عايز تساله ادا كونتاكت اس. وهنا مثلا بيبقى في سؤال 12x8 4، ده اجابة السؤال ده، وبعد كده تكتب بقى اللي انت عايزه، وبعد كده تعمل سند، ودوت الموقع الخاص بيه. بعد كده عندك ال FAQ Frequently Asked Question، الاسئلة الشائعة. العيوب ديت لشراء جهاز تعدين زائد اضاعة الوقت هما اللي خلوني ابحث عن شركات تعدين سحابي. لو دفعت بالبطاقة الائتمانية هتتحجز دفعتك لمدة شهر، علشان الموقع يحمي نفسه من عملية استرداد الأموال خلال 30 يوم، فالأفضل الدفع عن طريق العملات الرقمية. وياريتهم كمان يضيفوا الباي بال وسكرير وغيرها من البنوك الإلكترونية الأخرى. والمصاريف اليومية اللي هي مينتيننس في ديت بتشمل الأربع نقط دول، وهي لعقود شام 56 فقط، مفيش أي مصاريف على عقود إكس 11 أو إسر مايننج اللي هي لمدة سنة واحدة. هنا المقصود بعقد مدى الحياة ان العقد هيفضل شغال طول ما المدفوعات اللي هي ارباحك بتغطي التكاليف اللي هي المصاريف اليومية. وزي ما شفت في الرسالة السابقة اللي قبل كده، لو حصل عجز لمدة 20 يوم نتيجة لارتفاع معدل صعوبة التعدين وانخفاض سعر العملة، ففي اليوم 21 العقد بتاعك هيتلغي، ودي احد المخاطر اللي مفروض تحطها في اعتبارك ايضا وانت بتختار العقد الخاص باللايف تايم شاب 56. انما الاكس 11 ومالهوش اي مصاريف ويفضل شغال معاك لمدة سنة بدون اي مشاكل، ولانه كمان بيتيح لك عملات كتيرة مختلفة. بعد كده بقى اسئلة عادية تقدر تقراها وتشوفها بنفسك،
وجميع الروابط اللي عرضتها في الفيديو دوت هتشوفها في الوصف أسفل الفيديو على اليوتيوب. هنا إنك تقدر تقسم الهاش باور بتاعك على عملات مختلفة علشان تقدر تعدلهم، وهنا بتحط المحافظ بتاع العملات المختلفة، بتضغط سيف علشان يوصلك الدفعات بتاعتك عليهم، وهنا التاريخ بتاع استلام الدفعات، بيتم التعديل اليوم كامل وبتستلم أرباحك في اليوم الذي يليه في أي وقت. ولو دفعتك اتأخرت أكتر من 48 ساعة مفروض تكلم الموقع على الإيميل دوت. وطبعا بالنسبة للي بيدفع بالكريدت كارد دفعاته هتفضل محجوزة لمدة 30 يوم وبعد انتهاء الشهر يقدر يستلمها. هنا توضيح الفرق ما بين النورمال والمالتي مول، وان تحويل العملات بيعتمد على جي ام تريدر. وهنا بعض المواضيع المهمة، لو انت عايز تعرف اكتر عن موقع جينيس مايننج تقدر تقراها. اباوت اس، هنا لو انت عايز تعرف معلومات عن الفريق الخاص بالموقع عندك ماركو سترينج دوت السيو المؤسس للموقع، ستيفان شيندلر دوت التشيف تكنيكال اوفيسر، وعندك جان دوت اللي هو خاص بالكوستمر كير خدمة العملاء. تقدر تبعت رسالة لأي حد فيهم زي ما انت عايز. والميزة الرائعة في الموقع انه بيوفر اللغة العربية، ودي مواقع السوشيال ميديا بتاعتهم تويتر فيسبوك يوتيوب. واخيرا انت كده عرفت كل التفاصيل، تقدر تختار العقد بتاعك زي ما انت عايز، وانا انصحك انك تسرع في العملية ديت لان كل ما هتتأخر الصعوبة بتزيد وارباحك بتقل. وانصحك بعقد X11 مش شاب 56، لان عقد X11 خلال سنة هيديك ارباح قد قيمة المبلغ اللي اشتريت بيه العقد بتاعك، زائد ارباح يمكن اعلى كمان من ارباح شام 256 خلال سنة. فان انت تشتري عقد X11 وتجدده مع الوقت احسن من شراء عقد شام 256، زائد لو التعديل اصبح غير مربح فعقود شام 256 بتتوقف، انما عقود X11 هتفضل مكملة، والارباح بتاعتك هتعتمد على قيمة العملات المختلفة اللي بيتم تعدينها بتشفير X11 امام البيتكوين. واخيرا كل يوم جمعة ان شاء الله هنشر الارباح اليومية بتاعتي لكل عقد في الوصف اسفل الفيديو.